هي اللحظات التي المنتظرة من كل هذا الحضور في ملعب الأنفيلد والكثير من عشاق نيمار وعشاق البرازيل. نيمار يعود إلى أجواء المنافسة بعد أكثر من 3 أشهر بالضبط. نيمار وصل على باوليني وترجع له نيمار مرة ثانية. حبوا يلعبوه يحبوا يخليه هو ينشط اللعب ولكن يبقى من بعيد. ونيمار والحارس خطأ هنا لنيمار يقول حكم المباراة. طبعا من يصيب نيمار الآن ستصيبه اللعنة. يعني تسترجع الكرة من نيمار يواصل يحاول مور ثلاث لاعبين أمامه وتفوق عليه. الحكم لم يقول شيئا. نيمار بابا رائع. نيمار جول يا بابا 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 با. هدف ولا أروع من نيمار. جول استلم كرة توغل وراوغ وسدد في منتهى الروعة. يجسد عودته بعد 3 أشهر من الغياب بسبب الإصابة. ونيمار يعود ويسجل ويرسل رسالة لعشاق وللمنافسين بأنني عدت وفي أوج لياقتي. وصلت لنيمار استلمها سرعة فائقة. شوف واحدة زوج ثلاثة أربع حركات في رمشة عين وبيمناه ضربها في العارضة الأفقية ودخلت جول. يا سلام عليك نيمار سنستمتع معك في البرازيل. نيمار يستعد من حوالي 35 متر بعيدة كثير هذه المخالفة من نيمار. نيمار يتقدم يسدد. نيمار خرجت. كانت خطيرة الكرة هذه رغم بعد المسافة لكنه حاول يسددها من بعيد نيمار. هدفا لصفر مشاهدي الأفاضل. واحد من نيمار دشن عودته والثاني من فيرمينو أمام عشاقه وجماهيره في ملعب الأنفيلد في مدينة ليفربول.